الملكية بتمتد على مساحة بتقترب من 30,000 فدان، وبتضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، أكيد محتاجة تخطيط مختلف في شبكات البنية التحتية وأعمال المرافق اللي بتشمل محطات كهرباء ومية وصرف، ده غير شبكات الصرف ومياه الأمطار والغاز وكمان التليفونات. إيه اللي بيحصل هنا في أعمال المرافق؟ ده اللي هنشوفه معاكم النهارده. محمد النمر، معاون رئيس جهاز حدايا العاصمه، اهلا بحضرتك، نورتنا في حياه جديده. اهلا وسهلا يا فندم. يعني البنيه التحتيه هي اساس اي مشروع، كلمنا هنا عن المشروعات او البنيه التحتيه اللي بتحصل هنا في حدايا العاصمه. في البدايه احنا بنرحب بحضراتكم في مدينه حدايا العاصمه، احدى مدن الجيل الرابع ليتم الاشراف عليها من قبل وزاره الاسكان والمرافق، متمثله في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. قطاع المرافق في المدينه هنا احنا بنبدأ تنفيذ الشبكات هنا بتبقى عبارة عن شبكات مية، شبكات صرف، شبكات ري، شبكات غاز، شبكات تليفونات، عشان خدمة الوحدات السكنية، وبحيث بإذن الله أما المواطن يجي يستلم الوحدة الخاصة بيه يستلمها كاملة من جميع الخدمات عشان توفر ليه حياة كريمة ليه ولأسرته. طيب نسب الإنجاز هنا في المشروع قد إيه؟ تمام، المرحلة الأولى هنا من المدينة، هي على كم مرحلة؟ هي في مرحلتين في المدينة هنا، في مرحلتين في المدينة. المرحلة الأولى 1194 عمارة بعدد وحدات 30,000 وحدة سكنية، دي نسبة إنجاز أعمال المرافق بها حاليا تتعدى 70%. المرحلة الثانية ديت حوالي 2500 عمارة بعدد 70,000 وحدة سكنية، ودي احنا بدأنا أعمال المرافق فيها من حوالي 3 أشهر، ونسبة الإنجاز عدت 20% تقريبا حاليا دلوقتي. طيب يهمني برضو إن أنا أعرف هنا بالنسبة لمشروعات البنية التحتية وفرص العمل اللي بتوفرها هنا قد إيه؟ احنا شغالين هنا في حوالي 15 مشروع بنية تحتية تقريبا بيوفروا حوالي 10,000 فرصة عمل للشباب اللي موجودين في المدينه. والمشروع ده بادئ بقاله قد ايه؟ احنا حاليا شغالين بقالنا حوالي 2.5 سنين هنا بادئين تنفيذ العمارات هنا. المفروض من المقرر الانتهاء بقى سواء من المرحله الاولى او من الثانيه؟ المرحله الاولى تنتهي في 30/6 الجاي ان شاء الله، 30/6/2023، والمرحله اللي بعدها نبدا تسليم ان شاء الله في 30/12 اللي بعده باذن الله. تعمير الصحراء كانت بتقابلها أزمة في توفير مصادر الطاقة لإنارة المناطق دي، خاصة مع التكلفة العالية، الأمر اللي كان بيخلي